شيء مبهر. احنا واقفين يا فندم دلوقتي وسط الاوتوبيسات الكهربائيه والسيارات الكهربائيه، وده توجه جديد. وطبعا يعني احنا عارفين انه في اوتوبيس نزل فعلا الخط التجريبي او بشكل تجريبي من محطه عبد المنعم رياض للتجمع الخامس. كلمنا اكثر يا فندم عن هذه الصناعه اللي الدوله دلوقتي شغاله ان يكون لها مكان اكبر من حيث التصنيع او حتى التجميع. الدوله بترى للمستقبل، رؤية الدولة بتبص على المستقبل ما بتبصش للنهاردة. المستقبل كله إن شاء الله هيبقى فيه السيارات الكهربائية. العصر بتاع البخار طلع وانقضى، وبعدين جه بعده عصر المحروقات الديزل والبنزين، وبعدين حاليا بينتقل العالم لعصر العربيات الكهرباء. لذلك الدولة فيها لجنة اسمها لجنة توطين صناعة السيارات الكهربائية برئاسة السيد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، هو رئيس اللجنة وهو اللي بيشجعنا وهو اللي خد معانا القرارات الكتيرة جدا المتعلقة بإدخال الصناعة دي في مصر. الحقيقة احنا ابتدينا بالأوتوبيس اللي حضرتك شايفاه اللي هو أوتوبيس السيتي باص، وده ليه؟ لأنه هو الاستراتيجية بتاعة العربيات الكهرباء لها عائد اقتصادي وعائد على البيئة وعائد اجتماعي، فالعوائد دي كلها يعني بيبقى عظيمة جدا في الأوتوبيس اللي هو السيتي باص اللي هو داخل المدينة اللي هيستخدم أكتر في المواصلات العامة. فاحنا ابتدينا بيه، وابتدينا من رؤية الاستراتيجية ان توطين صناعة السيارات في مصر، وان احنا نبقى الليدرز في المنطقة في انتاج العربيات الكهربائية وتصديرها. ابتدينا ان احنا ناخد خطوات في اتجاه الصناعة. لو تسمح لي فندم قبل ما نتكلم اتجاه الصناعة، التوطين هنا احنا قصدين بيه يعني المجموعة اللي موجودة معانا دي مجموعة احنا مستوردينها ومن المفترض ان احنا نقوم بمجموعة اخرى من داخل مصر. التوطين هنا احنا بنتكلم اكتر عن تجميع ولا تصنيع ولا جامع بين الاثنين؟ التوطين يعني هو بيشمل كل اللي حضرتك قلتيه. التوطين يعني ان انا صناعة محددة مش عندي، مش موجودة عندي خالص، وفي دول أخرى سبقتني فيها، أبدأ أتعاون مع الدول الأخرى دي، وفي نفس الوقت أنا بنفسي بتعاون في أبحاثي أو بعمل أبحاث بحيث أن أنا أقدر أوصل في النهاية لأني أصنع العربية دي أو المعدة دي لوحدي. ده مفهوم التوطين. فإحنا طبعا عشان نبدأ عملية التصنيع لازم نستورد كمية. الكمية دي أما تمشي في الشوارع مش هتبقى على طول يعني من أول خطوة نوصل للنهاية، إنما هيظهر بعد مشاكل، هيظهر مطالب تطوير، هيظهر حاجات كتيرة جدا. اللي هيظهر ده هيبدأ يتطبق عندنا في الإنتاج، لما نيجي ننتج بقى ننتج الحاجة اللي يعني تتلافى الملاحظات أو المشاكل دي. فاستراتيجية التوطين تبدأ بإن أنا أستورد جزء، الجزء ده أشغله جوه البلد يبتدي ينقل الناس، بعد كده أبدأ أجيب أجزاء للتجميع بحيث أعرف الأجزاء وأعرف يعني رسوماتها وأعرف الماتيريال المستخدمة فيها وهكذا، وتنقل منها لاستخدام اللوكاليزيشن أو المنتج المحلي. استخدام المنتج المحلي يبتدي يزود النسب بتاعته لغاية ما يوصل في النهاية إلى محلي 100%، تصنيع محلي 100% بالتأكيد.